صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر؟ الله جل وعلا قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. مفهومه أنه على المؤمنين سهل ويسير، قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المؤمنين، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم.